أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة خاصة اليوم في حديثنا ودراستنا عن شخصيات ميلادية. واليوم رح ندرس شخصية عجيبة أيضا، شخصية حلوة، هي شخصية زكريا الكاهن وزكريا النبي في نفس الوقت. زكريا اللي هو زوج إليصابات وأبو يوحنا المعمدان. أنا موجود في عين كارم، عين طبعاً من كلمة ينبوع، في أسفل هذا الوادي في عين بسموه عين العذراء، ما زالت المي حتى يومنا هذا. وكرم باللغة العربية لأنه المنطقة تشتهر بالكروم، وشايفين الجبال الحلوة والمروج المحيطة في كل مكان. أنا موجود في كنيسة الزيارة، والزيارة نسبة إلى زيارة القديسة مريم العذراء التي جاءت من الناصرة من الشمال إلى جبال اليهودية في الجنوب إلى هذه البلدة عين كارم. وهذه الكنيسة بنيت ودشنت تخليد وتكريم لاسم الزيارة التي حدثت بين مريم وإليصابات. في هذه الحلقة رح أتكلم عن زكريا. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابناً وتسميه يوحنا، لأنه يكون عظيماً أمام الرب. وخمراً ومسكراً لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. أهلا أعزائي المشاهدين، من وصل دراستنا اليوم عن شخصية مميزة، شخصية زكريا الكاهن. بعد صمت دام أكثر من 400 سنة، آخر نبي في العهد القديم النبي ملاخي إلى زكريا الكاهن. طبعا اتكسر الصمت عندما جاء الملاك وبشر زكريا بولادة يوحنا المعمدان، وهذا كان طبعا في الهيكل في أورشليم القدس. زكريا يعتبر من هذه المنطقة اللي هي على جبال يهودا عين كارم، وإحنا موجودين في ساحة الكنيسة، كنيسة الزيارة نسبة إلى زيارة القديسة مريم لنسيبتها إليصابات. زكريا الكاهن مثل ما بيوصفه الكتاب المقدس هو من فرقة أبية، وطبعا هو خادم وكاهن أيضا. فرقة أبية طبعا من أيام داود النبي قسم الكهنة إلى فرق، 24 فرقة، وهذه الفرقة فرقة أبية هي الفرقة الثامنة. وطبعا كل كاهن بيكهن أو بيخدم تلقى القرعة، وعادة الخدمة بتكون من السبت إلى السبت، ومرة كل 6 شهور على الأقل، إلا في حالة الأعياد اليهودية، عيد الفصح، عيد المظال، عيد يوم 50، كل الكهنة في هذه الفترة لأنه فيها تقديم ذبائح، والناس بتيجي من كل الأرض حتى تقوم بممارسات العبادة في أورشليم. وقعت القرعة على زكريا الكاهن، وطبعا هذا يعتبر امتياز كتير لكثرة الكهنة. أحيانا بتأخذ فترة حياة تلقى القرعة أنه يخدم
في مكان هام وخاص جداً اللي هو مكان القدس أمام قدس الأقداس في هيكل الله العظيم. والشخص اللي بيخدم بيقوم بعدة مهام، منها تنظيف المذبح من بقايا الذبائح، وبيحاول يشعل ويحرك الفحم والوقود مرة أخرى، وبيقوم بتنظيفات أخرى. لكن في هذه الحالة وقعت القرعة على زكريا إنه يدخل إلى منطقة القدس، هذه المنطقة اللي فيها مذبح البخور وفيها المنارة اللي كانوا بيشعلوا بيحطوا الضوء، وطبعا فيها مائدة الوجوه اللي خبز الوجوه بحطوا أرغفة من الخبز للكهنة. هذه الثلاث طبعا أدوات اللي كانت موجودة في منطقة القدس. لكن مذبح البخور كان يعتبر أمام الحجاب، وكان يوقد كل صباح وكل مساء، ولازم يضل البخور طالع. وطبعا احنا بنعرف في الكتاب المقدس البخور بيرمز إلى صلوات القديسين. فدخل زكريا كعادته إلى الهيكل، والامتياز إنه دخل إلى منطقة القدس، ويا للمفاجأة ظهر له ملاك. وطبعا الرد الطبيعي إنه خاف زكريا وخاف من الملاك جبرائيل، وطبعا طمنه وقال له إنه طلبته أو صلاته قد سمعت. خلي في بالك الخلفية إنه زكريا كان رجل عجوز متقدم في السن، وزوجته أيضا عجوز، فهني كان يصلوا من السنين من أجل طفل، ولكن في الوقت المعين في التوقيت الإلهي جاء الله وكلم زكريا بولادة يوحنا المعمدان. في البداية طبعا زكريا استصعب الكلام ولم يصدق، فقال له الملاك جبرائيل: أنا جبرائيل الواقف أمام الله. وفعلا ضرب بالخرس والصمم، يعني لا بيسمع ولا بيتكلم إلى مجيء يوحنا المعمدان. طول في داخل المكان في منطقة القدس، لأنه عادة بيأخذ أصدقاء اثنين كهنة بيساعدوه سواء في التنظيف أو في إشعال الوقود، لكن لما بفوت للمذبح جوا عادة بيقوم هو لوحده في هذه المهمة. الناس من برا بتكون بتسبح وبترنم، يمكن سمعنا تسبيح والترنيم، لأنه سواح بيجوا من كل أنحاء العالم حتى يزوروا هذا المكان المقدس. وتعجبوا واستغربوا من يعني الإطالي، إطالة زكريا في الداخل، وظنوا أنه يمكن الرب ضربه، لأنه إحنا بنعرف من العهد القديم إذا الشخص بيستهين أو ما بيتصرف بشكل لائق في بيت الرب ممكن الله يضربه. لكن كانت زيارة خاصة وافتقاد خاص بعد سنين طويلة لزكريا. الله افتقده ببشارة عظيمة أنه سيولد يوحنا المعمدان الذي يعتبر أعظم شخصية في العهد القديم اللي راح يهيئ الطريق أمام الرب. وطبعا لما طلع زكريا من القدس الناس استغربت، لأنه ما كان بيتكلم، فكان يوم يعني بالإشارات لهم حتى يفهموا. وطبعا خلص مهمته الأسبوعية ورجع إلى البلدة إلى عين كارم، وعلى الأرجح رجع إلى هذه المنطقة، لأنه هذه المنطقة تسمى كمان في لغتنا المنطار، يعني شخص ممكن يكون عنده بيت وممكن يكون عنده بيت صغير في الكروم، ولا سيما بالصيف في الأوقات الحصاد العيلة بتقعد في هذه المنطقة. ابقوا معي سأواصل حديثي عن زكريا الكاهن. I think there are so many very real and human touches in the infancy narrative as we read it. And we see that Zechariah and Mary,
both the recipients of an angelic announcement of a coming miraculous birth, ask, how can this be? What will be the sign? But when Zechariah asks that question, he is struck dumb and cannot actually speak until the day that they have the circumcision of John. Mary, when she asks for a sign, is told of the good news of her cousin Elizabeth, who is also going to have a baby. Well, why does he get such a bummer and she gets such a great thing? Let's look at Zechariah. He's a mature man. He's a priest who has been serving for decades already in the temple. He is going into the holy place in the temple to burn incense on the incense altar before the curtain that separates the holy place from the most holy place, where God's presence dwells. This is the closest access anyone has to the presence of God outside of the high priest. This is at the hour of the evening sacrifice. Incense is going up, music is filling the temple mount, and an angel appears to a priest who has had the benefit of scripture and education and temple service. What more does he need? How much more do you have to have from God to believe the word? Whereas Mary, a teenage girl living in a remote town in the Galilee without the benefit of education, status, and life experience, is legitimately able to ask the question, how can this be since I'm a virgin? So I think that the severity of his sign has to do with the fact that he should have recognized the calling of God when it came. زكريا الكاهن معناه الله يذكر، والملاك قال لزكريا أنه طلبتك قد سمعت. أحيانا توقيت الله ما بيتناسب مع توقيتنا، الله بيعرف التوقيت المناسب، لكن توقيت الله كان له مخطط أعظم وبرنامج أهم في حياة زكريا الكاهن وزوجته أليصابات. هذه طبعا العيلة عيلة مميزة، يكفي أن نقول أنه من عيلة موسى قديما وهارون، عيلة الكهنة، عيلة موسى رجل الله، كليم الله، نبي الله العظيم اللي الله استخدمه في إخراج الشعب القديم من أرض العبودية، من أرض مصر إلى أرض كنعان. فهو من نفس هذه العائلة، والله استخدمه حتى يكون الأداة أنه يولد يوحنا المعمدان الذي سيهيئ الطريق إلى الرب. عائلة الكهنة طبعا الطبيب لوقا أو المؤرخ لوقا بيوصف الأحداث بتدقيق، ولسيما بالفترة التاريخية، بيتكلم أن هذا الحدث كان في أيام هيرودس الملك، في الإصحاح الثاني بيتكلم في أيام أغسطس قيصر. فإذا وبيتكلم إنه هذه الفرقة، فرقة الكهنة، فرقة أبية، فبيتكلم عن توقيت، بيتكلم عن أمور تاريخية دقيقة حتى موجودة في السجلات إلى يومنا هذا. زكريا الكاهن طبعا كان بيخدم في هيكل الله، وعندما تقابل مع ملاك الرب أدرك إنه الله له مخطط عظيم، مخطط رائع لحياته هو وزوجته. هو وزوجته يعتبر مثال الزواج الجميل الصالح الناضج. حياتهم كانت حلوة، كانوا اثنين سالكين أمام الله، كانوا برين بيسلكوا في فرائض الرب، وكانوا كل حياتهم حياة كاملة بحسب شريعة الرب. لكن طبعا بينقصهم الشيء اللي كل عيلة بتحلم فيه، بينقصهم طفل المولود،
ولا سيما المرأة إذا أصبحت أرملة ما عندهاش ابن مثلا اللي يسندها يساعدها في شيخوختها. وبنفس الوقت العقم أو العقر يعتبر ضربة ويعتبر لعنة وأحيانا بيكون مدعى للسخرية. لكن عندما الله بيرزقها بطفل هذا معناته أنه الله راضي عليها. بالنسبة لزكريا وإليصابات كانوا راضيين، كانوا مكتفين وخلاص، يعني بالنسبة لهم أدركوا أنه هن كبروا في السن وأن الأمر طبيعة ما عادش يعني بيستاهل أو بيستحق أن يكون عندهم طفل. فعندما جاء الملاك إلى الهيكل وبشر زكريا بولادة يوحنا المعمدان قال له أنه من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس، وأنه يوحنا رح يهيئ طبعا شعب للرب، وأنه رح يكون نذير الرب طبعا مسكر لا يشرب مسكر، وأن حياته تكون مخصصة مكرسة للرب. عدم تصديق زكريا لأنه رجل عجوز كاهن بيتكلم من ناحية طبيعية، لكن وبخوا الملاك وفعلا أعطاه العلامة أن يكون صامت أمام الرب، وهذا الصمت دام 9 شهور إلى أن يعني رجع وعرف زوجته. وفعلا الرب أعطاهم بعد 9 شهور يوحنا المعمدان، وطبيعة أنه في اليوم 8 لازم يوحنا يختتن. هذه علامة العهد ابتدأت من أيام إبراهيم، وطبعا موسى في شريعة موسى علمها. في علامتين اللي بتدل على عهد الله مع شعب إسرائيل، العلامة الأولى هي علامة الاختتان، والعلامة الثانية هي علامة السبت. فبالنسبة للاختتان لما يختتن على الأرجح في الهيكل بيعطوه الاسم، بيسموه الاسم. الناس سمتوا اسم زكريا على أساس أن هذه العادة المتبعة في العادات الشرقية، لكن عندما سألوا طلبوا من زكريا طلب طبعا ورقة أو يعني نسخة أنه يكتب عليها، فكتب اسم يوحنا، وأنه الرسالة كانت رسالة لكل الناس فرحت مع زكريا وإليصابات، وأن الله فعلا افتقد شعبه من خلال زكريا من خلال يوحنا المعمدان. إخوتي وأخواتي، لما بنتكلم في هذه الموضوعات ولا سيما في المواقع الكتابية في شيء بميز هذا الموضوع. احنا بنتحرك طبعا من الناصر لبيت لحم لعين كارم، حنتشوف الأحداث والشخصيات اللي الله استخدمها في بلدها أو في أماكنها حتى تكون بركة. لكن مين كان يدرك يوم من الأيام هذا الكاهن اللي هو زكريا إنه الرب يعطيه ولد يكون واحد من أعظم الأنبياء اللي طبعا هيئ الطريق لمجيء المسيح يسوع المسيح. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. واصل دراستنا شخصيات ميلادية عن زكريا من عين كارم من كنيسة الزيارة في هذا المكان المقدس. نتكلم عن زكريا. طبعا أنا عاوز أذكر كل مشاهد أنه في ميلاد ربنا يسوع المسيح الله استخدم يعني تحركات كثيرة، منها تحركات الكونية، النجوم و المجوس اللي جاءوا من المشرق، الرعاة اللي في بيت صحور،
لكن أيضا الملائكة اللي كانت طبعا سواء ظهورات ملائكية أو الملاك جبرائيل اللي ظهر لزكريا الكاهن واللي ظهر أيضا للقديسة مريم العذراء في الناصرة. عم بيستخدم كل هذه الأحداث لإعداد الحدث الأعظم، ولادة ربنا يسوع المسيح. عندما كتب طبعا وقال إنه الاسم بيكون يوحنا، كل الجيران وكل البلد طبعا فرحت مع زكريا، لأنه الله افتقد شعبه، افتقد زكريا رغم السنين العديدة والعقم وكبر السن، لكن بمعجزة الله أعطاهم طفل يوحنا المعمدان. لكن عندما ولد يوحنا المعمدان بنقرأ عن أغنية لزكريا الكاهن، وهذه التسبحة اللي بيتكلم فيها زكريا بركز على شخص الله وعلى عظمة الله. بيكمل بنفس المغزى اللي الكل بيتكلم فيه، إنه الله افتقد شعبه، وإنه الله صنع فداء لشعبه، وإنه الله ذكر العهد بعد صمت طويل سنين عديدة، إنه الله ذكر العهد، وإنه الله بتمم مقاصده، بتمم مشيئته، بتمم إرادته، وإنه الله أقام قرن خلاص. القرن هو رمز إلى القوة، فقوة الله من خلال هذا الخلاص. وبيتكلم عن مجيء المسيح إن هو نور للأمم الجالسين في الظلمة في كورة الموت، وبيتكلم عن السلام، يهدي أقدامنا في طريق السلام. فإذا هذه الأغنية هي عم بعظم الله، لأنه افتقد الله شعبه من خلال الفداء، من خلال رسالة الخلاص. الله بيذكر عهده، لأنه الله لا ينقض عهده، وأنه مجيء المسيح هو مجيء النور حتى يشرق النور في الظلمة ويهدي أقدام الناس إلى طريق السلام، رسالة السلام. فرسالة المسيح أو مجيء المسيح هو بكل بساطة للفداء، للخلاص، ولفعلا هذا الفداء اللي تم من خلال موته وقيامته من بين الأموات. فزكريا الكاهن بيتكلم طبعا بيتنبأ، فهو أيضا نبي، بيتكلم بروح النبوة، مش بس بيتكلم عن ابنه، عن يوحنا المعمدان اللي بيمتلئ من بطن أمه بالروح القدس، وأنه راح يحمل رسالة عظيمة، وهو اللي راح يهيئ شعب أمام الرب، وهو اللي راح يوجه أنظار الناس إلى المسيح، وفعلا هو الممهد لمجيء المسيح. خلي بالك إنه لما الملاك جبرائيل بشر زكريا في الهيكل ورجعوا إلى هذه المنطقة، مريم جاءت من الناصرة ومكثت مع إليصابات طبعا لمدة 3 شهور إلى ولادة يوحنا المعمدان، ورجعت إلى الناصرة، وهناك طبعا يوسف عرف عن موضوع الحبل وأخبرته القصة، وظهر له الملاك حتى يأكد أنه هذا أمر إلهي بشكل معجزي، أنه يوحنا جاء ليهيئ طريق الرب، وولد المسيح ليقوم بعملية الخلاص. شيء جميل أن نشوف أنه كيف الله بعد كل هالأحداث للحدث الأعظم، مجيء الرب يسوع المسيح. Well, to be struck mute for the entire time of her pregnancy, so for 9 months, he is unable to speak, and I almost wonder if he is unable to hear, because when the naming of John happens at the circumcision, when John is 8 days old, they say, well, what are you going to name him? And Elizabeth says his name is John. And everyone says, well, that's not a family name. You can't name him John. So they look at Zechariah and they make motions to him to kind of say, is this true? And he has to make motions back, indicating he wants to write something down. So he is unable to speak, perhaps unable to hear. And in writing down his name is John, suddenly
his tongue is let loose and he sings forth in praise to God, a beautiful prayer that we call the Benedictus. أحبائي، في الختام بدي أركز على شيء مهم جدا. زكريا معناه الله يذكر، وأنه الله سمع طلبة زكريا وجاء لزكريا في أقدس مكان في منطقة الهيكل في القدس هناك، والله كلمه ببشارة عظيمة عن ولادة يوحنا المعمدان، والله ذكر هذا الشيء. طبعا زكريا لم يكن يتوقع هذا الشيء، ولا زوجته اليصابات، ولا لأنه جاي من عيلة عظيمة، الخلفية تاعته من خلفية موسى وهارون، أو لأنه من سبط الكهنة. لكن الرب جاء لأنه واضح أنه كان بار أمام الله، وكان بيصلي أمام الرب، وأن الله افتقده في توقيت خاص برسالة خاصة حتى يوصل بشارة عظيمة جدا اللي تصل لكل البشرية. الله يذكر. اليوم انت يمكن عم بتصلي، وإلك سنين عم بتصلي، ولا سيما يمكن عم بتصلي من أجل أنه الله يعطيك الرزق الصالح، طفل أو طفلة. احنا منصلي من هذا المكان. الرب اللي استجاب لزكريا اليوم باسم الرب يسوع، الرب يعطيك سؤل قلبك شهوة حياتك، يكون عندك أطفال ويبارك بيتك ويبارك حياتك. كل هذه الشخصيات اللي لعبت دور في ميلاد ربنا يسوع المسيح اللي هو الحدث الأعظم في ملء الزمان، أرسل الله يسوع المسيح لخلاص البشرية. بصلي من كل قلبي إنه هذه الرسالة كانت سبب بركة لحياتك.